خلينا نتكلم عن أهمية التمارين اللي بتحتاج زي أي لاعب في كمال الأجسام، اللي هي تمرين اللحمة والاستثقال. تحتاجها في أي وقت تمرين قبل ما تبدأ على تمرين تبدأ عليه ولو كل على تمارين الجيم، فهي مهمة جدا أهمية التمارين داخل الجيم، فكيف بدعمها معه وكيف طريقتها السليمة. فطريقة اللحمة معروفة الطريقة العادية باحتمال الاستثقال، إحمى على اليدين 4 جولات على 4 مجموعات في 10 أو 4 مجموعات في 12 أو 4 مجموعات في 15. طبعاً زي ما قلنا لكم ده تمرين الإحمى اللي بيتكلم عنها كيف نتعامل معه وكيف طريقتها السليمة، اللي هي تمرين الاستثقال والإحمى. هي أول تمرين نتكلم عن الإحمى والاستثقال. نشوف بعد التمرين الثاني اللي هي بتعتمد على الدامبل كيف طريقتها وكيف طريقة التعامل معها، اللي هي 4 مجموعات في 10 أو 12 أو 15، اللي هي بتحمي الجسم للإصابات أو الكسورات أو أي نوع من الأربطة اللي بتحمي على التمرين بدون تأثير جانبي. محتاجين لتمرين اللحمة، الناس تحاول تركز على اللحمة مهمة جدا، هذا من أهم التمارين اللي محتاجين لها لأي لاعب بتاع كمال الأجسام. رجعنا تحاول تركز على تمرين اللحمة والاستثقال مهمة جدا، أنه تحمي العضلات وتحمي الأعصاب والحركة الدموية في العضلة. ده التمرين اللحمة الأول، نشوف التمرين بعده إن شاء الله نشوف الطريقة بتاعت الدامبلز. في الطريقة الثانية برضه بالطريقة بتاعت الدامبلز كيف نتعامل معها بطريقة سليمة. فهي مهمة جدا لأي لاعب قبل ما يبدأ على التمرين أو يبدأ على التمارين اللي هو محتاج له، كان الصدر أو الكتاف أو الظهر أو أي نوع من التمارين، فمحتاج لها ضروري جدا. فكيف نتعامل مع الطريقة بتاعت اللحمة وكيف نتعامل معها بطريقة سليمة، هي مهمة جدا لأنه بتحصل دائما إشكالية في الأربطة، إشكالية في الأوتار تحت الكتف، والأوتار هي بتتقسم على 3 في الأكتاف، اللي هو الجانبي والخلفي والأمامي. فكيف نتعامل معها في طريقة سليمة؟ لأنه في بعض الناس دائما بتحصل عليهم إشكالية في تمرين اللحمة، بتشتغل جدا التمرين قبل ما يسخن العضلة، فالعضلة لو ما سخنتها يعني في الأعصاب في حركة دوامية وفي العضلة ذاتها لو ما سخت شوي أو سخ يعني أخذت كافياتها في حركة الدوامية والنشاط بتاعتها، تحت الإشكالية في الأربطة وتحت الإشكالية حتى في الأوتار. زي ما قلنا نتكلم عن التمرين اللحمة بالدامبلز كيف طريقتها السليمة، اللي هي بتعتمد على الأكتاف، بتعتمد حماية للأوتار الخلفية والأمامية والجانبية. هذه الطريقة السليمة للدامبلز وكيف تعامل هي 4 مجموعات في 10 أو 12 أو 15. التمرين اللحمة هي مهمة جدا طبعا لأي لاعب كمال أجسام، يحتاج دائما للتمرين اللحمة لأنه يعني يساعد في نمو العضلة وحماية العضلة في أي أوقات في التمرين، في الأكتاف أو الظهر أو الباي أو التراب أو الجيس في أي نوع من هذا. فمحتاجين لها جدا هذا لاي لاعب كمال اجسام، فالناس تحاول تركز على موضوع اللحمه، يعني معظم اللعيبه كمال اجسام بتحصل دائما الاصابات بعدم اللحمه وعدم تسخين العضله وتسخين العضلات عامه، فمحتاجين للناس تحاول تركز على تمرين اللحمه كيف تتعامل معها بالطريقه السليمه، فالطريقه الخاطئه هي بتسبب مشاكل للاصابات، وكل الاصابات اللي دائما بتحصل على الاكتاف او الظهر او الرقبيه او الميته او اي نوع من التمارين. فدائما تحاول تحصي التمارين كل العضلات المحتاجه في جسمك، تحاول تحميها عشان تحتاج على العضلات بتساعدك التمارين وبتساعدك الاوزان العاليه. فده التمرين اللحمه، فالناس تحاول تنتبه والمره الجايه ان شاء الله حنتواصل باقي التمارين. كيف نتعامل معها وكيف طريقتها مع الشباب. طريقتها حيكون 4 مجموعات في 10 او 12 او 15، هي الطريقه العاديه باليدين، وفي الطريقه الثانيه هي باختبار اتصال. الطريقه الثالثه باختبار على الاثنين الدنابل وكيف نتعامل معها وطريقتها السليمه، هي 4 مجموعات في 10 او 12 او 15. نشوف الشباب ونشوف التمرين كيف طريقتها.